البطوله دي اللي بتجمع نخبه الانديه العربيه الفائزه واللي بتلعب في هذه البطوله واللي نظمها الاتحاد العربي لدعم المغرب لتنظيم نهائيات كاس العالم لعام 98 تحت شعار نحن نساند المغرب. مباراتنا الاولى اليوم المقامه ستكون بين فريق الهلال السعودي وفريق الاولمبيك البيضاوي واللي كان يعرف باسم نادي الحليب. اللاعبين اللي مثلوا نادي الهلال طبعا كل فريق قدم لستة مكونة من او قائمة اسماء تمثل 22 لاعب. فالهلال خالد الدايل ومنصور القاسم وتركي العواد ودول حراس مرمى ومنصور الاحمد وخالد ابو دنيان وفهد العشاوي وعبد الرحمن التخيفي وحسين الحبشي وحسين البيشي وفيصل ابو اثنين وخالد التماوي وسلمان العمران وفاضل الشيان وسعد مبارك ويوسف السنيان ويوسف كاذا وليد المدوح وشويش السنيان وحسين المسري وسامي الجابر ومحمد لطف وخميس العويران. هذه الاسماء هي اللي قدمت للجنه وهي اليوم حيمثل منها اللاعبين اللي حيلعبوا هذه المباراه. في حراسه المرمى منصور القاسم وعبد الرحمن التخيفي في الظهير الايمن وقلب دفاع كل من منصور الاحمد وشويش السنيان وحسين الحبشي كظهير ايسر وفيصل ابو اثنين وخالد التيماوي ووليد المدوح وسلمان العمران. وسلمان يمثل الهلال اول سنه في كالفريق الاول وفهد المشيان ايضا زيه اول سنه يمثل الفريق الاول وسامي جابر. الاحتياطي اليوم لفريق الهلال تركي العواد 23 رقم 23 حارس وطبعا تركي هو كابتن او قائد فريق الشباب من الهلال. فهد العشاوي ايضا احتياطي وخميس العويران او خميس ويوسف جازع ومحمد لطف. محمد لطف ايضا يمثل الهلال ايضا في الفريق الاول في الفريق الاول هذا العام. اذا هذا هو فريق الهلال في هذه المباراة. بالنسبة لفريق الاولمبيك بيمثل حراس المرمى خربوش والاربعة القلب الدفاع والظهيرين يبدأ اسمائهم بمصطفى ولذلك حنكتفي باسمائهم الاخرى. فمصطفى خلفي بيلعب ظهير ايمن ومصطفى غرشان يلعب قلب دفاع ومصطفى القدميري بيلعب قلب دفاع ايضا ومصطفى بركة بيلعب ظهير ايسر. اذا كلهم مصطفى وحنبدأ باساميهم فقط. والساخي حسن بيلعب في الوسط وسلامي وعزيز وزيجات ونادر عبد الغني. عزيز من اللاعبين الممتازين في فريق الاولمبيك وفؤاد بوربا وعبد العزيز الشوح على هدف فريق وبيلعب احتياطي سعيد حارس مرمى التراب الازرق واولمبيك البيضاوي المغربي الذي يرتدي الفانيل الزرقاء الحافله. تنطلق الان صافره الحكم والكره ترجع للخلف على حارس المرمى خربوش اللي قلنا عليه بعيدها الوسط ترجع مره ثانيه. الهلال يخوض هجمه الان ينظم هجمه كانت مع خالد تماوي وايضا في صافره والحكم يقول شويه ده اللي بتبدا دائما من عنده الهجمات الاولمبيك اللي هو مصطفى خلفي تنقطع يهدي الكوره حسين وماشي وسلمان العمران يخوض هجمه ويديها لسامي وسامي ماشي ولعبها جميله وداخل منطقه الجزاء ويخش حارس المرمى خربوش ويمسكها. مصطفى خلفي وقدامه حائط من شخصين ومنصور القاسم بتلعب الكره دي وفي المرمى هدف. الهدف الاول بيتسجل كره خطيره كانت في موقع خطير في الدقيقه 17 في الدقيقه 18 تقريبا من الرفعة اللي رفعها خلفي وانا اقول خلفي من الاول هو اللي بيرفع لا كان لازم كنا ننتبه له مظبوط واللي سجل الهدف. سلمان
بيلعبها الخالد، خالد دباوي نظم هجمه بيلعبها ارضيه وسريعه و خرجوش الوسط سلامي ترجع لي الخلفي مره اخرى يبقى يمر ماشي ومعاه حسين لكن مر المره دي وبيلعبها بالعار وكورة تروح سهلة في ايد منصور القاسم، منصور بيرمي الكورة دي على طول. سامي وصافرة وده أول كارت ياخده عزيز. ده أول كارت ياخده عزيز. حسين الحبشي بيلعبها لسامي وصافرة وخطأ. الاولمبيك بالعار بعيدها منصور والدخيفي بعدها وهجمه الان للهلال لكن ترجع لقدميري وياخد تتخطف وسامي ماشي وهو هو المرمى وبيحاول والجزاء كان داخل سامي وكان هيسال هنا كان هيسال لانه الفراق كان هيسال الحارس هيحطها فين ولكن طبعا خربوش راح معرقله وكارت وطرد طبعا في الحاله دي عرقه شوفوا هنا كان سامي هيسال يقول له فين تبغاها ولكنه هنا عرقله طبعا هذا التعديل هذا خربوش ياخذ كارت احمر على طول الاول هذا الحارس الاساسي للاولمبيك وكان خربوش هو اللي كان بيمثل في الشوط الاول سامي سامي و شوط على طول ويسجل الهدف الاول وهدف يسجله سامي الجابر في الدقيقه 32 ويسجل التعادل واللوحه مكتوب عليها هدف بيركز وشاف الحارس راح من جهه وحط له هي قويه على يمينه ويسجل التعادل هدف للهلال هدف تعادل مع الاولمبيك وحنشوف طبعا كره سريعه وخاصه انه 30 دقيقه الاولانيه كانت الكره هذا وكانت خبط برجل اللاعبين والان حيحصل نوع من التركيز هنا في هدف وهنا هدف الهلال المفروض يركز اكثر لانه بيلعب زياده بلاعب وهذه كره ثانيه وسامي براسه وبيهجم وبينظم هجمه ولكن تطول عليه شويه وزعلان انه ضاعت منه فرصه السالمي اقطع فيصل ابو اثنين الكره دي ترجع في الوسط ابدا الهلال هنا يركز ابدا يلعب يستعرض يورينا الكره الحلوه للمعلوميه خلينا نشوف الكره دي صافره ولازم كارت لازم كارت طبعا هنا لازم نحافظ على بعضنا فعلا اخذ كارت كارت بالذات خالد تعرض الى الان كذا الله تعرض الى كذا احتكال بيحط الكره دي الهلال بيلعب كره داخل منطقه الجزاء وبالراس ودي ممكن تيجي منها هدف ممكن وشوطه قويه دي اقوى الشوطات اللي شفناها حتى الان شوطه قويه طبعا نشوف كره حلوه وجميله حيتين حيديها للتخافي فعلا هناك طويله باين اللعب هو هيبدا اللعب الكرة بيبان صفرة صفارة وفي خطأ التخيفي وجنبه سلمان الديا لحسين اللي بياخد خانات باستمرار وهجوم الان وحسين ماشي تطول عليه وفي خطأ في خطأ عند كيفي وهجمة يقودها وترجع لفهد ثاني وماشي وبيمر وتطول والحكم يقول خليك في اللعب لكن يقول الكرة ماشية لكن طلعت الكرة برا لفيصل فيصل بيلعب كرة هناك لحي فهد فهد هجاوي بيحاول يموت بجسمه يا سلام ويلعبها الوليد المدوح في الوسط ويلعبها لحسين حسين وترجع مرة ثانية يهدي اللعب كرة حلوة حلو وجميل في عبد الرحمن تخيفي بيقدم كرة جميلة اليوم وماشي بتلاعب فهد بينقطع لحسين ماشي حسين
يمشي سامي، سامي بعباش يقود هجمة، مر من واحد واثنين وصابرة صابرة صابرة خماء، وفي إصدار خطة لفك الحائط اللي قدامهم ومعاهم هناك، وتطلع ناحية المرمى وتتمسك تتمسك دي ترجع للخلف. سالمي الوسط يهديها سلمان ويطلق الحكم هذه المباراة معلن نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهم. الأسبوع اللي فات كانت في لقاء هنا بين الرجاء البيضاوي والأولمبيك البيضاوي أيضا، بدأت الكرة ويقول حصل فيها نفس العملية وغير فيها خربوش، كان سعيد الحارس الساحي كان مع الكرة ودع عزيز ومشين وبينظم هجمة تنقطع، وحسين الحبشي ده بيقود هجمة الآن وماشي بيها وبتلعب في ما زالت كرة خطيرة وتتعين فهد طويلة قدام مع منصور، منصور والسالمي ويسيبها وتابعها وتروح كرة خطيرة تاخر فيها منصور وتبعد وتجمعها بخيفي، كرة خطيرة وتبعد على طول وليد المدوح بعيدها وسامي بيحط الكرة ويموي في جسمه والحكم يقول ماشي اللعب ماشي اللعب. كرة خطيرة تأخر فيها الآن تنقطع كرة. ماشي الهلال، الهلال ماشي بيحاول، هذا تخيفي فهد تطلع رمية وتتلعب كرة حسين الحبشي بيلعب كرة وراحت كرة هناك وهجمة الهلال عند سامي، وسامي ماشي 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 برضو واحد ومر ومر ثاني وكرة ومساكة يمساكة منصور بعد عن منطقة القطرة وهجمة للهلال السعودي وبيهاجم فهد تنقطع خالد دماوي ترجع في الوسط دافوات اللي كان لعب الكرة دي ترجع لسامي وسامي ياخذ الكرة ويقول ماشي الحكم يقول ماشي اللعب وسامي ماشي بيحاول ودخل بيه مرمى الجزاء وبيحاول كمان ويحطها في المرمى يا سلام ومنتهي واحنا معاه شوفوا سامي عمل شيء جميل سامي ثالث شوفوا في البطولة حتى الآن سجلوا هدفين وزميله وليد هنب وأصبحوا ثلاثة كرة دفع 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 ماشي حسين بيلعبها وليد يرجعها ترجع واحد اثنين وبتلعب كرة وبيجري سامي وسامي كمان بتنقطع طويلة عليه وترجع له تاني وهو ثبت
وترجع في حارس المرمى يلعبها على طول. في خطأ. اسمع الكلمات الحلوة الثانية التي كتبت عن الهلال بمناسبة ايضا هذه البطولة. يقول الهلال هلالي، الهلال هلالي وغالي لي غالي غير ما يحلالي، طبعا باللهجة المحلية بالنسبة للاخوان هنا. الهلال ابن الرياض يلعب كورة استعراض والحماس الفياض، عرسك يا هلالي. هلال السعودية امير الاندية عربية واسوية، يقصد بهذه المناسبة باعتبارها عربية واسوية وافريقية يا غالي. يقول عربية الدورة طبعا بنظمها الاتحاد العربي. يقول عربية اسيوية افريقية يا غالي. الهلال عملاق فنان كورة زواق عاشق ليه عشاق، لي عشاق في كل المجالي. الهلال والهلالية استنوا الهدية، استنوا الهدية، كاس عالمية في رصيدك يا هلالي. نورت القارات بالكؤوس والبطولات، طبعا بطل آسيا لي حق يتكلم الشاعر يقول هذا الكلام. خلي الذكريات والتاريخ للأجيال. هلال يا بطل آسيا، أهدافك سامية، مهارة عالية، رياضي مثالي. برافو يا مسيرين، يا أفنان يا مخلصين. على كل هي كلمات جميلة بيعبروا عن الأخوان المغاربة والجزائريين عن حبهم لنادي الهلال اللي بيشاركوا فيه مع بعض. أخوان عرب بيلتقوا في مجالات عربية بمعنى بيها الاتحاد. معلق أيضا زي لاعبين، انت شي من الانتصار، انت شي من اللعبة الحلوة. شوفوا كرة بتتناقل كيف، هذه كرة بتتاخد وهجمة في خطأ يا أخينا، في خطأ. سلامات إن شاء الله ما تصاب. هذا فيصل، أنا قلت يا فيصل لازم ينتبه العزيز، كم عزيز انتبه لفيصل. أنا قلت لأنه هو بيلعب محور، عزيز مو قادر يمشي، فلازم انتبه له. أخذ عليها كرت مصطفى، احنا قلنا كثير مصطفى، أربعة مصطفى في قلب الدفاع في خط واحد أربعة، فقلنا نقول أسميهم بس. كرة حلوة جميلة، سامي ماشي واخد له عرقلة، واخد له اللي عرقله كرت. شوفوا يد الجويني. سلامات يا هداف، معليش اخد كرت، لازم كرت هنا ياخد كرت. شوفوا كيف يفوت عرقله وطاح، ولكن الحمد لله يكون بالسلام. كارت، شوف طرفين زامي، سلامات. الفريق اللي تختاره اللجنة كأحسن فريق من ناحية اللعب النظيف. شوفوا الهجمة وسامي ماشي، سامي لازم يحتاط على رجل سامي. هجمة تروح الأمة تخافي وتتلاعب، يبعدها مصطفى. انا اللي حنسى اسمه في الدفاع، اقول مصطفى، هم الاربعة مصطفى. عزيز في كارت، عزيز يطالع يشوف الكارت، كارت احمر بياخده شوي. بشوف من اللي اخذ كارت احمر، شويش كرتين حمر في اول مباراة. دخلة خطيرة، دخلة خطيرة. ماشي الهلال نفس الحجمة، هو خطأ دافع كده. مستعرات جميل لكرة جميلة نظيفة لأهداف حلوة. لاعب سامي يمر من مصطفى غرشان، تطلع رمية تماس، دخل الحرق سامي، طولت عليه دولت عليه. محمد لطف نزل بالتغيير للهلال، ده التغيير الثاني للهلال.
هجمة. محمد لطف طبعا ايضا من اللاعبين اللي ظهروا مظهر طيب هذا العام مع فريق نادي الهلال. بيمسك الكرة دي منصور. وبعدين نقول على طول طبعا مباراة ورا مباراة. عزيز بيلعب كورة براسه لكن ما في احد. كمان منصور بيهديها وبياخد راحته في هذه الكورة. وهكذا سيداتي سادتي نقلنا لكم هذه المباراة بنهايتها ونتيجتها الحلوة لفريق الهلال. 1-1 متبدع فاز فيها على فريق الأولمبي. وبهذا يحصل على اول النقاط. ومباراة جميلة وعرض طيب. ولكم تحية عطرة من محمد زايد قدسي وناصر الاسباح من التلفزيون السعودي. حتى التقي بكم في مباراة اخرى.